احلى الدار والدير ونبع الفوار والزنات عنا بعيم الليل جرار هب الشوق ما عاد لي بالغربة تعود شو مشتاق يروين بريق الفخار شباب ديرتنا يا كفر اللوز والمختار نلقاه بأيام العوز كل ما نعطش عالنبعة نشرب بالكوز بحلى أيامك يا ست وسيد الختيار مروج هالخضرة وزهر الربوان والزيتون والقاد بظل الفيال والرعيان بالمرعى ترعى العنزال بين جبال ديرتنا نصيد الشنار في دكتين غير دكان تبي الفوز شو؟ بتشاني؟ سمعتك قلت شنا قلت دكان تبي الفوز شو؟ دكان تبي الفوز شرف معي ولا شرف بدي اورجيك انت تشاني زق زق بس لك قدامي شوي دكان ها بس زق زق انت دكاني زق 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 رهان انتصب كما الولد في الصف انظر اقرا سوبر ماركت ابو الفوز لا 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 كلمه كلمه بل حرفا حرفا الكلمه الاولى اس او واب ار ام او اك اك ماذا تطلع سوبر ماركت عافاك يا شاطر الكلمه الاخرى الف با واو الف وز ماذا تطلع ابو الفوز اجمعهن سوبر ماركت ابو الفوز سوبر ماركت ابو الفوز وعملت هذه الشانه شليت املك قدامي ابو الفوز للسمن والجوز هكذا يحب ان يناديه اهل القريه حلمه الوحيد ان يصبح دكانه سوبر ماركت للسمن والجوز والاشياء الاخرى وشو ما بدك فيه شو ما بدك فيه وشو ما بدك فيه شو ما بدك فيه اطلع أبو عطا كبير عائلة الذكر رجل عصبي المزاج وهو أحد أطراف الصراع في القرية يحلم دائما أن يكون رئيس المجلس القروي لقرية كفر اللوز ولكنه دائما ما يستيقظ على واقع مزعج يابا ولا شيء يقطع زريع تهلج ويطعم التشل العدو ايش الواحد بصحي الخليج سماح ابنته الوحيدة
صدق فيها القول أنها بألف رجل لقوة شخصيتها. لازم تصحصح، هسا بدهم يفتحوا مركز الشرطة اللي ببلدنا. شو شكلك نسيت؟ لا منسيت، هسا خشوي بكون. شو قولي أخرى شوي؟ بدك أبو ناصر وأبو العبد يسبكوك؟ مش حلو بحكك هاي يابا؟ براو عليك بنت أبوش عن جد. تعرفي أنا دائما بقول إنه الله قطعني من الخلف من الأولاد، بس بصراحة الله عوضني فيك. ولك شو هم؟ شرطي؟ انت شرطي؟ ولك شو مالك يا سيدي؟ مالك بتصيح؟ ولك الاسود من فوق والاخضر من تحت، مش العكس يا زلمه. شو دخلني انا؟ ما هو اللي علكوا. بعدين ما جميع فئات الشعب بتخربط فيه. ولا الشعب يخربط فيه عادي، اما احنا الشرطه لازم نكون نظاميين ومرتبين. ضبط العلم وانزل وانت وياه وحطه في النظاره عشان يتعلم في المره القادمه انه الاسود من فوق والاخضر من تحت. أبو ناصر كبير عائلة أبو فجلي، هو المنافس اللدود لأبو عطاء، ويسعى هو الآخر إلى رئاسة المجلس القروي. أهلا وسهلا. والله يا عمي شرفتونا، يا ميت مرحبا. كفر اللوز نورت فيكم. بس بقول يعني يا ريتكم عملتوها من أول وفتحتونا مركز الشرطة يا حضرة اللواء. مساعد أول يا حز. يا سيدي انتو الخير والبركة، وان شاء الله بنكون عند حسن ظنكم فينا. ان شاء الله يا رب. بتصدق بالله خمس سنين واحنا نطالب يفتحوا لنا مركز الشرطة، وكل مرة بنقول السنة اللي بعدها، وكله على الفاضي. بس الحمد لله هيها صارت يا حضرة النقيب، صارت. مساعد اول يا حج، مساعد اول. ويا سيدي هي صار عندكم مركز شرطة وعقبال عند الدفاع المدني. بلا صغرى، ما عرفنيش على حالك. والله من فرحتي فيكم نسيت اعرفك بحالي. انا يا سيدي عمك ابو ناصر، كبير عيلة ابو فجلي ورئيس مجلس قروي كفر اللوز. يا حضرة الله. مساعد اول. طرف النزاع الثالث على رئاسة المجلس القروي، ولكنه الاكثر هدوءا، ابو العبد النسناس، يتمنى الزواج من امرأة ثالثة، ولكن هناك من يقف له بالمرصاد. وداد زوجته الثانية لها حكمها الخاص داخل المنزل، وخطها الأحمر أن لا يكسر أبو العبد قانون وداد. يا أرض احفظي ما عليكي، ما شاء الله. أي ارحمها لها المراية، ارحمها، ضروري تطبع صورتك عليها طبع كل يوم. يا فتاح يا عليم، وبعدين معك يا بنت الناس، شو بديش تحاسبين على وقفتي على المراي؟ انت ناسي اني انا يعني شخصية ذات اعتبار واهمية في البلد، وبعدين بديشي انا اطلع زي بكية الناس؟ انت ناسي اني انا مرشح عن دار الناس لرئاسة المجلس؟ ايه الرئيس المجلس قال عمركم ما بتتفوا، لا انت ولا ابو عطا ولا ابو ناصر. اسمع اقول لك، أنا صحيح بحب إنك هيك تكون متشيك ولابس وتاخد العقل، بس حسك عينك تطلع هيك ولا هيك. أنا رضيت أتجوزك بعد ما ماتت أم العبد الله يرحمها، بس برضاش نزل علي ضرة تحت أي ظرف من الظروف حتى لو بموت. آخ، ضروري تصيني برحمة أم العبد هالكيت، ضروري زي النشيد الوطني تي اليوم الصبحيات تصدح فيه. يا بنت الناس والله ماني عارف كيف ابو العبد النسناس على سن رمح كيف بده يحكم بلده وهو مش قادر يحكم في داره. انت اصلا ممنوع تحكم بهاي الدار، لانه هاي الدار ما فيها الا قانون واحد بس. قانون شو؟ قانون وداد. والله سمعت كثير عن قوانين، لكن هذا أول مرة بسمع فيه. كديش نمرته في الدستور؟ أنا وداد، أنا بدك تعرف قديش نمرته؟ 50 قد نمر جاكيتك.
لكم الدار قال هاي اخرتها والله. استنى هسه اللي بدي اياك تعرفه انه احنا بدنا نعمل احتفال لافتتاح مركز الشرطه. ممتاز. وبدنا نعطي الناس شويه نصائح وارشادات حتى يعرفوا انه القانون هو اللي راح يسود البلد. عداك العيب وانا حاضر في اللي بدكم اياه، ما في اي مشكله، اهل بلدنا جميعهم متعاونين وعلى كيف كيفك. هيك تمام، طمنتني. انا كنت لسه بدي اطلع اشوف وين رئيس المجلس وهيك جيتنا برجليك. شو تسال ما تسال يا حضره الضابط، انا رئيس المجلس وما في حدا غيري. عاد الحال انا ما بدي اعطلكم، انتوا كملوا تجهيزات المركز وبعدين تفضلوا مروا عندي على الدار، بنشرب فنجان قهوه وبنوكلنا لقمه مع بعض وبعدين بنروح بنكمل تجهيزات الاحتفال. اتكلنا على الله. اتكلنا على الله ونعم بالله يا سيدي. سلام عليكم. الله يبينتو هالزلمة رئيس المجلس، زلمة غانم، وهذا الاشي بريحنا من كثير شغلات. صحيح، بس في مشكلة سيادتك. ايش المشكلة؟ نسيت تسأل وين دوره. ولا ولك، هذا رئيس المجلس، يعني اسأل اي حدا بدلك عضاره. فوت كمل شغلك. يا روح الروح من شم هواك عمره ما ينساك. سعيد يا سعيد. هاي عمي، بدي تكتب لي ورقة عشان ألكيها قدام الناس لأني بلغت الشرطة إني رئيس المجلس والمختار البلد. إيه؟ وكيف يا عمي أنت بتبلغ الشرطة إنك رئيس المجلس ومختار البلد؟ وندري أبو عطا شو بده يصير؟ بلا أبو عطا بلا بطيخ، هو هامني من الأساس. الضابط سألني وأنا جاوبته، بعدين الشغلة أجت عفوية هيك وأنا بستاهلها. سعيد، لا يجوز مالكش خاطر اصير رئيس المجلس. ها؟ لا يا عمي، انت على عيني وعلى راسي. بس ما تبسبسش ما تبسبسش، حضر لي تشلمي وزبط لي اياها لاني بدي احكيها قدام الناس بصفتي الاعتباريه رئيس المجلس. ولا يهمك يا عمي، بس انا متاكد انه اذا دري ابو عطا راح يعمل لك مشكله الها اول ما الها اخر. اللي يطلع في ايده يطلع في ايده. بقى ابو عطا كاز. انا ابو ناصر ده هو ابو عطا. فهمي، انا بدي اطلع عند رئيس المجلس، تيجي معي ولا تضلك هان بالمركز؟ لا انا بقول احسن اجي معك، خلينا ظل في الصوره، بعدين لسه ما افتتحناش المركز. سيد العميد، انا جاي اقدم شكوى سخرت مسخين. يا حبيبي، هي اول شكوى بتيجي على المركز، من مين؟ من مجنون. اقبض يا حبيبي، بعدين شو من الصبح وانا كلك مش متفائل. ولا ايه بهذا الكلام، هذا الزلمه مثله مثل غيره، وفي فرق بين الانسان المجنون بافعاله والمجنون بعقله. هذا الكلام يا فهمي اخر مره بسمعه منك، فاهم يا عسكري؟ هاي خالتي مفخره. خلاص يا سلامي، روح هسه وبعدين بشوفك، مش فاضيلك. اذا انت شنطه مش قادرين تحملوا قصتي من عن هيك عيشي لشو فاتحين؟ زلم شو روح؟ زلم لك ساعة بتعطفية محاضرة عن الانتماء والازدراء والعطاء، آخر شي طريت الشعب؟ لا بلا فلفسة. يا الله شو بحبني. عم ابو العابد، هلا يا نجم. وتسلم هالشيب وتسلم يا ابو العابد. شيبه والله وهيبه ويا ابو العابد، انت والله اغلى الناس يا كبير دار النسناس، وما حدا بينفع مختار الا عم ابو العابد الكبير. اهلا وسهلا. تسلم يا نجم، والله انك اكبر فنان في حوض شفر اللوز والمتوسط. انا لو منه علي يا عمي مش بس بغني لك، الا اغني لك واركص لك وجميع صوتها الحلوه حسابك. عم ابو العابد شايفك مشخص، وين رايح؟ والله نازل عند فريد، بدي اضبط شواربي في هالصالون وبعدين اروح على مركز الشرطه نشوف هالشباب الجداد اللي جايين على البلد. سليفا نعما نعيما سلفا وخير ما بتعمل، لانه يا عمي ابو ناصر شفت لك اياه من الصبح بحوم في المنطقه. ابو ناصر ابو فجلي وابو عطا الذكر شفته؟ ابو عطا والله ما شفته. طب اذا شفته بتقول لي، واذا حد سال عني هيا انا عند فريد الحلاق. ماشي، على الراس وعلى العين تشرب وتسكين من العين. تسلم يا نجم. وتأمر على الراس وعلى العين، غيرك والله وما في سنين. تأمر على الراس وعلى العين، غيرك والله وما في سنين.
تعرف يا توفيق، مش عارف ليش فتحوا لنا مركز شرطة في هالبلد. ما احنا عايشين والوضع ماشي تمام التمام، وبقيادة عمي أبو عطا كبير دار الذكر ورئيس مجلس كفر اللوز، الأمور ماشي تمام التمام. هاي هاي، كون انك خايف من أمسه. اسمع، من اليوم صار عليك ركيب وعتيد، لا بتقدر لا تلف لا يمين ولا شمال. بعدين اسمع، مش بس أبو عطا كبير، عندك عمي أبو ناصر كبير البلد، حاميها ورعيها، بحكمته وحنكته مشى البلد عالي العال. تعرف يا توفيق، راسك مثل طنجرة الفول، لا فهم ولا كل. ها هاي هم أجولك. العافية يا شباب. أهلا وسهلا، شرفونا أحبابنا. أهلا وسهلا بشرطتنا العتيدة. شو تشربوا؟ قهوة، شاي، نسكافيه، كل شيء. شكرا لك، احنا بدنا حدا يدلنا على دار رئيس المجلس. على راسي، هسه بدلك. توفيق، انا بوديهم على دار رئيس المجلس. توفيق، دير بالك على كاوتك، تفضلوا معي. شربوا، تفضل. يخرب بيتك، ادير بالي على كهوتي؟ اكيد هسه اخذهم عند ابو عطا الذكر، بس والله ما بفرد لك اياها. شوي أبوي بيجي. ماشي؟ بدك الأمانة أحسن من هيد زلمي ما فيه، كبير شفر اللوز وكبير عيلة الذكر. إحنا بنحب الشرطة مثل ما بنحبه، هيد هيد. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. تفضلوا يا جماعة، زارتنا برجي. ومين حضرتك؟ شو مين حضرته؟ هذا أبو عطا، كبير دار الذكر ورئيس المجلس كمان. هذا كلام مش مظبوط. شو اللي مش مظبوط؟ شو اللي مش مظبوط؟ فهمني. وهذا اللي جاك أكيد هسه معروف أخذهم عند أبو عطا الذكر. الله يخرب بيت معروف ويخرب بيت عيلة الذكر. ما هو الحك علي أنا، الحك علي أنا اللي ما دليتهم عضاري من الصبح. أكيد هدول نزلوا يدوروا علي. أكيد أكيد، بس هسه شو بدك تعمل؟ شو بدي أعمل؟ بدنا نلحقهم هالكيت، بلاش المي تجري من تحت جرينا وإحنا معناش خبر. يلا يلا استنى. طب وين وجهها؟ إذا هذا اللي في بالي هو اللي أجاك، معناته هذا أبو ناصر. هذا واحد كذاب وعمره ما كان كبير بلد. عمي، أنا هذا الحكي ما بهمني. أنا اللي بهمني ترسوني عبر. أي والله إنكم جننتوني. طب مدام هيك، تفضل جوا جوا بتفهموا منحكي. أنا ما بفوت على دار حدا، أنا داري مركز الشرطة، واللي بده ياني يتفضل عندي على المركز، أحسن إلي وإلكم. يلا يا عسكري. هذول دار الذكر راح يضلوا علي عقلوبنا ليوم الدين. أنا بقول يا عمي أبو ناصر، مدام الشرطة مش بالمنطقة أكيد صاروا بالمركز. يا سلام عليك يا فهيم، يا سلام عليك. وشو ضراك إنهم قاعدين عنده هالكيت بيشرب؟ وعليكم السلام. السلام أبو مهند. نعم. كلي ما شفتش الشرطة وين راحوا؟ لا لا ما شفت. لا حول ولا قوة إلا بالله، أكيد أبو عطا هالكيت قاعد بحرضهم علي. سلامة، تعال تعال. كلي يا سلامة، بتعرفش الشرطة اللي أجوا عند دار أبو عطا وين راحوا بعدين؟ يعني بدك احكي لك وين هم؟ احكي لي يا سلامي. بتجوزني فاطمه؟ إيه بجوزك فاطمه وام فاطمه كمان. انا عين شيء. الشرطه بخدمه الشعب. عليك وعلى دار الذكر تبعونك. الشرطه بخدمه الشعب. أنا أبو أهلك. أنا؟ مش أنت يا زلمة، شوال الرز كتلني. بسيطة. أنت والله بحبك من بين كل الناس، حفتك السعادة يا عم أبو الفلس. الله يرضى عليك، مش زي هدول الطبول الثلاثة الكعديين. بتعرف يا سعيد، هاي البلد عمره ما راح يكون لها كايمة ولا تشوف الخير طالما المخاتير الثلاثة هدول كعديين. أبدب زلمتنا كبيرنا أبو العطا تويتي أولهم. تويتي. وكبير شم أبو ناصر بباي. واللي هذاك أبو العبد نكار الخشب.
يا زلمة متكندين بس وبيعطوا أوامر وإحنا زي الحردين وراهم. وهي قلتها يا عم بالفوز ما دامنا منضلنا وراهم. تنسألك هو أنت جامعهم الثلاثة ولا مستثنى يا أبو عطا بما أنك من دار الذكر؟ اسحبها اسحبها اسحبها، أنا ما عنديش في الحق لو ما تلائم، أنا حكيت على الثلاث كلهم فاهم؟ مش هذا خيار وهذا بندورة. إذا هيك أنا ساحبها يا عم أبو الفوز. بس هذه مصلحة دتشانة رزكة، بقدرش أقول ببيعها هذول ببيعش هذولاك، بعدين بصفي على الحديد يا سعيد. أحسن لك، والله أنا زيك. صحيح عمي أبو ناصر عمي وكبيرنا بس بعرضه في أي إشي غلط. وليش انا يعني برفع ايدي هيك بس؟ بتشوفنيش لما بيجي ابو عطا تويتي اللي هو كبيرنا بطصه طصه بقدرش افتح تمه؟ هي على ساتك وسكراتك شلهم على كل حال سجلت المنا. لا شو تسجلهم بدي ادفع يا عم ابو الفوز. اه والله نسيت الجزام في الدار. حتى انت يا برطوطوس. الشعب يريد تغيير الزباين. اسكت الام ايش يا ابو الهرج ولا تكتوي لو سمحتوا يا جماعه. عيب عليكم، احنا لسه اليوم اول يوم في البلد وبتعملوا فينا هيك؟ عيب والله يا عمي عيب. لا يا حضره الضابط، العيب على اللي بنتحل شخصيه مش شخصيته وبحكي حكي من حجاش مش صحيح. تقصدني انا يا ابو عطا؟ تقصدني انا؟ احترم نفسك. انا كبير غصبا عنك، واللي مش عاجبه يدق راسه في الحيط. هي 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 والله، واللي شايف هان وهان واللي سامع بقول لك فيش في البلد الا دار الذكر وضربوا فيشلي والنسانيس. قال النسناس كلنا سنيسنا معبدين حارات شفر اللوز. وبعدين سمعت وياه جد الله يرحمه بكى، هو رئيس المجلس وانا اولى في رئاسه المجلس وبس والباقي خس. هاي 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 ابو ناصر باباي وابو العبد نكار الكككككك نكار الخشب مستفردين بتشبيرنا ابو عطا تويتي. والكم اصلا هذه البطيخ الراس هذا اتفصل لعقال المخطره وبس. يا ناس بكفي، وجعتوا لنا راسنا، مشاكلكم الشخصيه حلوها بيناتكم. احنا كل اللي بدنا نعمله انه نوعي الناس ونعمل احتفال صغير لافتتاح مركز الشرطه. قسموا بينكم المهام وخلصت راح. ونعمل كل واحنا دار الذكر كدها. واحنا دار ابو فجله اول الناس اهلا معلومكم. ايش يا الله احكي يا فريد احكي حلاك. طيب واحنا عائله النسناس. النسناس ولا شيء بيمشي من تحتنا ولا شيء بيكمل الا فينا. سلم فمك، ريتك ما حكيت هذا اللي طلع منك. دموي تحط لك على نيعك. خلص يا جماعة، هي كلمة، دار الذكر بيجيبوا كراسي ودار أبو فجلة بيجيبوا الضيافة وبيضل على دار النسناس الزينة. ها الزينة الحكي بيمشي بالمرة. ابعد الزينة. تصور يا عمي انه ما في فرق بيننا وبين العائلات الثانية، كلنا اولاد تسعة. ولك انا اذا في اشي بده يموتني بهالدنيا هو اني اشوف اي عيلة ثانية سابكيتنا. احنا عيلة دار ابو فجلة وهذه عيلة عريكة جدا وما في داعي احكي لك عنها. عريكة لهيك احنا لازم نرفع اسم عيلتنا لفوق فوق فوق فوق. اقعد اقعد. ايوه يا عم سعيد، شو سويت لي في الكلمه اللي بدي احكيها في الاحتفال؟ كتبت لي اياها ولا يا عمي انا بقدر ما اكتبش لعمي كلمه؟ وهي كتبت لك صفحتين كبار بخط كبير وبدي تقراها منيح علشان ما تفضحش حالك قدام ابو عطا وقدام ابو العبد. افضح حالي ولك ولك انا ابو ناصر. يا توفيق توفيق. ايوه جاي عمي ابو ناصر تشبير البلد حاميها ورعيها. يسعد لي هالطل من الله. اسمع توفيق،
بدي اياك تتولى مشاريب الحضور في الاحتفال تشليتهمها عشان يعرفوا انه عيلة دار ابو فجلي عيلة كريمة، فهم؟ لا يا عم ابو ناصر، لا، عيلة ابو فجلي طول عمرها كريمة. أيوة. بمعرفتك. بس يعني عدم المؤاخذة، مين بدي يدفع لي حق المشاريب؟ باطل باطل يا توفيق باطل، عيب تحكي مثل هيك حكي يا توفيق، عيب. ولك وين وطنيتك؟ وين انتمائك لعيلة دار ابو فجلي؟ وين يا بوشت؟ اخس اخس يا عيب الشوم. وضروا الواحد يبكي وطني ويعيش فكير؟ بدنا وداد. هلا والله هلا والله. ايش بدك تمثليك؟ الله وناصر. ايوه. ايش مالك يا رجل اللي بشوفك هلقد تعبان بقول طالع من حار؟ علي ما علي انها اصعب من حار، اقول ليش الحرب الاولى والثانية اهون بلا ما تقع مع الذكر. هذول دار الذكر ولا يبليج ولا دار ابو فجلي. ما انت عارفة بكيت احضر عشان نستقبل الشباب اللي جوا على المركز. وبصفة كبير النسانيس يعني كبير العيلة فلازم يبقى فيه كلمة. عطيت لنجم يعني كتب لي كلمة. نجم نجم؟ نجم المطرب. أعطيني بالله أشوف. هذا يعني ملحن كبير مش معقول ما حصل. يعني زي تقولي بطرب غنوية ما شاء الله عليه. ول عليه شو هالخط هذا خربيش الجاج. شو شو يعني مش بكفي انه مطرب فاشل كمان بعرفش يكتب؟ مطرب فاشل نجيم طبعا فاشل. اسمع انا بنقلك، انا عندي خبره هاي. ايام الدراسه كنت انا اخطب فيها. ولا انا جبتك من عمان يعني بتفشل بلوشي. اكتب يلا. والطخه يلا يلا اكتب بحر يا بحر. ولا دشنا من التلفزيون هالكيت خلينا نحضر حالنا. ايوه ايوه تفضلي. ايوه 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 معروفه هذه. ايوه الشعب الكريم. التل بيحكي الشعب الكريم وبخبص فيه. ما هو هيك لازم بالاول. ايوه أيتها أيتها الشعبات. الشو الشعبات الكريمات. شعبات؟ أول مرة بسمع فيها الشعبات. تأنيث مفردة الشعب هاي. يعني جمع مذكر مؤنث تكسير. لا جمع تكسير. أيتها الشعبات الكريمات. ايوه ايتها الشعبات الكريمات. كريمات مش لي. لا كريمات. ها نحن اليوم برافو نفتتح بس عمهلك يا وداد مركز الشرطه. مركز الأبي. الشرطه الابي. ايوه تعالي روحك. ايوه الشرطتي في بلدنا. في بلدنا العظيم العظيم كفر اللوز. كفر اللوز. برافو برافو. وشو بتشتغل يا نجم بهاي البلد؟ انا فنان. انا اصلا صوتي بلبل. صوتي يا الله شو بحبني. العرب ايدول اللي كرهت كفر اللوز والكره المجاوره. معالي العال. طيب شو مشكلة هالمجلس القروي؟ مجلس القروي والله بدك الصراحة احنا زهقنا لانه هالموضوع لازم ينحسم لواحد من هالروس كبار الثلاث. وانا يا سيدي شايف لك انه عمي ابو العبيد هو الاحق لرئاسة المجلس لانه هيك اكبر واحد في البلد وشواربه برضه كبار زيه. نجم انت قلت انك فنان صح؟ هذا الكلام اللي بتحكيه سياسي. لا يا سيدي مش سياسي. لا سياسي يا زلمة. شو كان هو تتكله سياسي؟ ولا انا لما بحكي سياسي يعني سياسي
احنا اخذنا بالجزائر بالدورة العسكرية عن كل العلوم السياسية، يعني انا بفهم اكثر منك بهاي الامور. ولما بكون سياسي يعني سياسي غصبا عنك وعن الجميع. حاضر، ما عدا الحكومة طبعا. نجم، بدنا تغني لنا اغنية بس تكون للحكومة. ها، احلى اغنية كرمال عيونك وعيون الحكومة. اسمع اسمع. حكومتنا الرشيدة، حكومتنا الرشيدة، وصفينا على عشو، على الله تعود، على الله يا ساكن في رحاب الله. ولك الله يعين الشرطة على هيك شعب. أبو عطا، هاي الكلمة كتبت لك إياها، بدك تتدرب عليها منيح، مش تخربش وتفضحنا قدام دار الذكر. أيها الإخوة المواطنون، لقد حانت اللحظة الحاسمة، ألا وهي كلمة أبو العطا تويت كبيرنا، فليتفضل. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إننا في قريتنا الوفية. الوفية يا أبو عطا، الوفية. إننا في قرية كفر اللوزو. أبو عطا، اللوزي، اللوزي. ولك وبعدين معك. تفضل أم، بك مش عارف أتدرب منيح. أقولكم أنا مختار خسارة في حيلتكم. ها، بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في قرية كفر اللوزي. اللوزي، اللوزو. شو؟ يخرب بيتك، ولك عيلة أولها أبو عطا واخرها لهبة السلامة بالطين زي الحمامة. توفيق، توفيق. عيني جاي. عمي ابو ناصر كبير البلد، حاميها ورعيها. اقعد يا توفيق، اقعد. عيني قعدت. عيلة الذكر مجتمعين وبدربوا في ابو عطا. نيالك يا ابو عطا في هجعيلي. اما انا، سعيد ابن اخوي كتب لي هالورقة واجرماها في وجهي وراح. لا لا يا عم ابو ناصر، لا، كل رجالك حواليك. ولك وينهم اللي حوالي؟ وينهم اللي حوالي يا توفيق؟ ما فيش غيرك انت. عيلة ابو فجلة راح تصير تحت 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 يا توفيق، مش فوق اذا ضلوا على هيك حالة. طول بالك يا عم ابو ناصر، عيلة ابو فجلة راح تضلها فوق فوق. خلاص بتشفي. انت شو قاعد بتسوي؟ ما تروح تجهز حالك عشان توزع المشاريب في الاحتفال اللي بده يصير. روح يلا يا توفيق، روح، الله يخليك، روح. طيب مين بده يدفع لي؟ ورق امشي امشي. ماشي يا التكر. يلا يا عم ابو العابد، بدنا نلحق نكون اول الناس. الله. ها، كل الشباب نزلوا؟ جميعهم بالاحتفال. والزين ان شاء الله طلعت تبيض الوجه، وها مليحة. هاي نجم بيشتغل معهم فيها. عفارم عفارم يا فريد، تحيا انت وهالشباب، عن جد انتو بترفعوا راس العيلة. قل لي يا عم ابو العابد، جبت الكلمة اللي بدك تلقيها بالاحتفال؟ اي كلمة؟ شو اي كلمة؟ الكلمة اللي كتبناها بالصالون، كلمة عائلة النسناس يا ابن الناس. فطنتها فطنتها، مش طول الليل وانا سهران عليها عشان احفظها عن غيب. حفظتها. ايها الشعب الكريم، الله الله، ايها الشعبات الكريمات، الله، باسم النسانيس في كفر اللوز، وانا ابو العبد فريد. نعم يا عم. صدق وتآمن بالله. بكت بدها تفوتني هذه، تأدخل أجيب الكلمة. طول عمرها فايتك يا عم أبو العابد.
يلا اتحمل يا فريد مشان عيون شفر اللوز بس. يا ماي الغسيل نشف بدي ألمه. فطور صغير. منشان الله بدي تشياني. ولك وبعدين فيك يا سلامة، شو بتعمل هان؟ قطعت نفسي. جيت احكيلك بدك تنزل احتفال تبع الشرطة. ولك سلامة شو اللي بدك اياه؟ جيت احكيلك اني نواعين شفن اذا بتحب تبلين خرمان. اهلا وسهلا بكم في حفل افتتاح مركز شرطة كفر اللوز. والان مع كلمة والآن مع كلمة رئيس مركز شرطة كفر اللوز خريج دورة الجزائر. وين الورقة؟ أهالي قرية كفر اللوز الكرام، لم نأتي إليكم إلا تلبية لنداء الوقت وبخدمتكم. فكما يقال الشرطة في خدمة الشعب، نحن الشرطة وأنتم الشعب. دورة الجزائر حميها ورعيها. نعدكم ألا تضيع حقوق أحد منكم وأن تعيشوا آمنين مطمئنين، ولهذا نحن هنا. وفي الختام أطلب منكم أن تكونوا لنا عونا على أنفسكم بالالتزام بالقوانين واحترام النظام، ودمتم سالمين. أما الآن مع كلمة رئيس مجلس كفر اللوز. ما شاء الله، شو كفتش انتو؟ شو علاقتكم في المجلس؟ أبو العبد النسناس رئيس المجلس. أنا أبو عطا الذكر، وهذا العكال عكال رئيس مجلس. لا أنت ولا هو، أنا أبو ناصر رئيس مجلس كفر اللوز على سن رضح. أشوف السم تبعك. أتقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهالي كفر اللوز، يا أهالي كفر اللوز، يا أهالي كفر اللوز. هيا لحظة لحظة، نسانيس وابو فجلة وين رايحين انتو؟ فيش تفيد البلد؟ بحكي عما بعطى. وحد الله، والله هذا الضايل دار التجر ودار النسناس هم اللي يحكموا يرسموا. عمي ابو ناصر تشبير البلد حميها ورعيها. ايوه هم بيحكي. شو هالحكي قاعد بسمع فيه؟ فيش حدا بيحكي الا عم ابو العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. على ابو عطى الذكر، اكبر عيلي في البلد، واحنا النسانيس اهل الارض شنها لنا. يا سلام، وانا سيدي من 100 سنه كان مختار كفر اللون. عيب عليكم يا جماعه الخير، احنا باحتفال. خزتونا قدام اهل البلد، بعدين انتوا دائما متفقين، على الا تتفقوا. امشي ولا امشي امشي. انا بدي احكي. انا بدي احكي. انا بدي احكي.